كل ما اسأل نفسي هما الإخوان بيفكروا إزاي ألاقي وداني كبرت وتحولت للشكل ده. تصدق فكرة حلوة؟ تعال نعملها لعبة تسلينا، وهتبقى لعبة جديدة ونسميها لعبة شاهد وكأنك خروف، وأنا أسألك عن حاجة وإنت تقولي شايفها إزاي. بص، حفنة من التراب العفن وتص فيها كمان. بتضحكي ليه؟ ما هو خلاص راجع القصر يوم الحد العصر، هتقوليلي مشاريع هقولك وهي فين. انا مش شايف ايتها مشاريع، وعارفة قناطر اسيوط معمولة من بفرة السجاير. كل يوم سمك بلاستيك ورز بلاستيك، والله لا اختفي قصريا او افجر نفسي على اي كوبري. الو الحقونا، كنا بنجرب لعبة جديدة وقلبت بجد وبيتهيأله انه خروف. حاسب سيبني كده يا لهوي، كان نفسي اقولك مع السلامة.